التدريب المصري الأردني المشترك العقب 4 بالمملكة الأردنية الهاشمية. التدريب المصري الأردني المشترك العقب 4. اختتمت فعاليات التدريب المصري الأردني المشترك العقب 4، والذي شارك في تنفيذه عناصر من القوات البرية والبحرية والقوات الخاصة المصرية والأردنية، والذي جرت فعالياته بالمملكة الأردنية الهاشمية خلال الأيام الماضية. بدأت المرحلة بقيام عناصر من القوات الجوية بتنفيذ عمليات الإسقاط والإبرار الجوي للمجموعات القتالية من وحدات المظلات المصرية والأردنية، لتطويق مسرح القتال وتهيئة أنسب الظروف لدفع القوة الرئيسية للهجوم من عدة اتجاهات، حيث قامت عناصر من الصاعقة بمداهمة المنشآت والمباني التي تسيطر عليها العناصر الإرهابية ومحاصرتها والقضاء عليها وتنفيذ أعمال التمشيط والبحث عن الألغام الأرضية وإبطالها. كما قامت الهليكوبتر المسلح بالاشتباك وتدمير الأهداف المعادية. بالإضافة إلى دفع المفارز الميكانيكية والمدرعة المدعومة بعناصر المقذوفات للاشتباك مع الأهداف واستكمال تطوير الهجوم وتدمير كافة أهداف العدو المخططة. تزامنت المرحلة مع تنفيذ الوحدات الخاصة البحرية المصرية والأردنية عدداً من الأنشطة البارزة، شملت تنفيذ عملية إنزال جوي من الطائرة البلاك هوك على متن إحدى القطع البحرية، كما تم تنفيذ الإغارة على عدد من الأهداف الساحلية المعادية والاشتباك معها وتدميرها بواسطة عناصر من الضفادع البحرية والصاعقة البحرية باستخدام اللانشات السريعة. كما تضمنت المرحلة النهائية تنفيذ قفزة الصداقة المشتركة لعدد من عناصر المظلات الأردنية والمصرية. حضر المرحلة النهائية للتدريب رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة المصرية ومساعد رئيس هيئة الأركان الأردنية للعمليات والتدريب وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والأردنية. التدريب المصري الأردني المشترك العقب 4.